فاليوم غادي نهتموا بالطفل وغادي ندخلوا البيت ديالو باش نديكوريوه شي شويه ياك. اكيد سميره، فاليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نزينوا البيت ديال الطفل باشياء اللي هي بسيطه جدا ممكن نصايبوها بديداتنا اولا نقتنيوها من السوق. بحال انا غادي نجيب لكم هنايا واحد لاباط، كتعرفي بان البنيتات ديال 14 35 سنه كيعجبهم هاد لي بواط هادو اللي يمكن لهم، وهذا الشكل مازال باقي صغير زعما ديال لي جان، يمكن لهم يحطوا فيهم لي بيجو ديالهم الاكسسوارات كل ما عنده علاقه بهذا، وكذلك يمكننا نحطوها كسبورت باش كيعطيهم الضوء في البيت ديالهم. كنا نحطوهم هادو بحال دي لونتير فوانيس، اي الفوانيس اللي هي مصايبه بالبابي وكتشعل فيها لي بيل وكتشعل من الداخل. حنايا ما عندناش عندنا الضوء بزاف دابا، ما عندناش الضوء ولكن كتجي فوالا الضو كاين، كتجي جميله بزاف. كيمكننا نحطو على الشكل هذا خصوصا في الليل، كتعطي واحد المنظر اللي هو امتي كوان، هي كيمكن لها تعطي واحد المنظر اللي هو جميل بزاف بالنسبه للاطفال. واخا الفوانيس ما غاليهاش ظهر لي نهائيا نهائيا، انا قلتها لك زعما بالنسبه لهذا تبارك الله ولاو اشياء جميله بزاف. الا كان عندنا لاباجور اللي هي خسرت لنا وذاك الثوب اللي كيكون فيها ما بقاش جميل، غادي يمكن لكم تقتنيو من السوق لاطوال اللي غادي تخيطوها بحال دابا، غادي تقطعوا على حساب الدور اللي كاين هنايا، قد الفوقاني قد التحتاني، غير هو انايا من بعد غادي دير لاستيك اللي هو مزير وغادي لبسوها بحال ان شابو اللي هو كيجي جميل وسهل بزاف. دونك غادي نديروها على هذا الشكل هذا باش غادي نلبسو هاد على شكل امبوني، بحال امبوني بحال امبوني اكزاكتومون اللي فيه لي زيلاستيك. ومن بعد حنا باش غادي نعطيوها واحد شويه ديال الجماليه غادي نزيدو فيها واحد لو روبون، غادي ندخي غتقبط معايا عفاك فوالا فوالا، نديرو هكا نقادو كيجي المنظر ديالو جميل وسهل باش يمكن لكم تصايبوه. دونك والا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي هي كنا فتنا خدمنا عليها ولاني بحال زدت خدمت عليها شي شويه باش تعطي المنظر جميل. غادي ناخذوا واحد الجبانه نديروا فيها لاكول اللي هي بيضاء، غنحتاجوا كذلك القنب اللي هو كيتباع عادي، وكذلك غادي ناخذوا واحد البالون. انا بالنسبه للبالون كتاخذوا البالون على حسب واش بغيتوه كبير او لا صغير، على حسب الحجم اللي غادي تبغيو تحطوا فيه الضوء من بعد. الوغ غادي ضروري ما تقتانيو وديروا واحد باش ما ديروش الروينه، ديروا واحد شويه ديال البابيي من التحت او لا ان جورنال، وغادي نديروا بطبيعه الحال صبعيات لان عندنا لاكول باش غادي نخدموا هذا البالون هذا. الا قبل كنت وريت لكم هذه الطريقه هذه باننا كنخلطوا لاكول كنخلطوا معها الماء، ولكن من بعد بان لي بان داك الماء اللي كنزيدوه شنو كتوقع من بعد كتبدا بحال كتهبط داك السميتو اللي لصقنا. دابا وليت كندير لها لاكول بوحديها ديريكت، واحد التقنيه اللي هي ما ديروش لي بيجو واحد التقنيه اللي هي جميله غادي نوريها لكم من بعد باش غادي يمكن لكم يجيكم قاصح وقاصح مزيان. الو هنا كناخذوا ديك الكبه ديال السميتو غادي نديروها ما غاديش تقد شي مرات ركتات، ولكن هذا الشيء كله اشياء اللي هي ما غالياش. دونك غادي نديروها بحال هكذا وغادي ناخذوا دونك كيفاش كتشوفوا بحال هكذا، حاولوا تحيدوا من بعد داك لاكول اللي هي زايده. كنبداو نحطو على هاد الشكل باش تجينا الطريقة سهلة. كنبداو داكشي شطستيها كاملة فوالا، كتبداو غير كتلويو. دونك حتى هاد الطريقة هادي ما كانتش عندي من قبل. دونك كتبداو كتلويو تلويو تلويو ثم غاديين حتى كتساليوها. دونك هادي هي نشبكو كيف ما كان نشبكو كيما بغينا، كتبقى غير كدورها حتى كتعمرها كاملة. ومن بعد غادي تحاول ما أمكن هاد لاكول اللي عندك زايدة تحيدوها بيديكم وكتخليوها تيبس. انا نقول لك شنو هي الطريقه اللي زدتها على هذه باش ولات كتعطي واحد الشكل اللي هو صراحه قاصحه مزيانه. كنحيدوا هذا الشيء من بعد شنو كندير مني كنصايبوها شنو هو دابا الحال بارد ما كتبغيش تيبس. الو هنايا قصه سميره قاصحه ما غاديش تهبط لكم. دونك هنايا بعدا مني كنلويوها كامله كنخليوها تيبست كتقطر داك الشيء كامل، علقوها لان عندكم البالون فيه داك النويشه واحد الخويط وعلقوها. من بعد تخليوها حتى كتقطر مزيان لاغد لي بحال ما درتها البارح مع ثلاثه ديال العشيه صايبتها هي موجوده الصبح لا ما كانتليش يابسه، وبقيت كنقول كيفاش غادي ندير نجيبها. درت البابي كويسون
ودخيتها في الفران، الفران اللي هو سخون مزيان، ومن بعد كتنقص درجه الحراره ديالو وخليها تما كاينت حتى كتقصح. طابت طابت، هي ما كتحرقش ما تخافش منها، ولكن خصكم تحضيوها تجلسوا تشوفوها باش ما يوقع لكمش مشكل. الوغ من بعد مني كتقصح، لان كتشوفوا يمكن لكم ديك الساعه تقدروا تعلقوها وديروا احجام متعدده. كيمكن لكم تاخذوا غير بحال دابا شي حاجه بحال دوك لي بالون اللي كيكونوا الشكل ديالهم معوج، ديروا على لي بالون اللي اشكال اللي هي متعدده سوفون دو كور لي طوال، تما غادي يجيو مزيانين. الوغ من بعد كما شفتوا هنايا خليت واحد الثقب لهنايا، ملي غادي يكون مني تيبس قبل ما تدخل الفران ديروا شي ثقبه ما حدا باقا شويه فازقه خليوها. شنو درت هنايا لي غيرلوند، غادي نخشيهم على هذا الشكل هذا، وغادي نوريكم من بعد كيفاش غنشعلها. هنا غادي تبقى لنا لا ديكوراسيون، كيمكن لنا نديروا اللي عجبنا في لا ديكوراسيون. غادي نديروا كما قلنا، طبعا نقدروا نخليوها كيف ما هي ديجا اي لي تري فير كامسا، يمكننا نخليوها كما هي، يمكننا نصبغوها نديروا الالوان اللي هي اللي عجبنا اللي عجبتنا، كما يمكننا نديروا دي بوتي ديكوراسيون بالنسبه للاطفال باش تعجبهم. دونك هنايا نقطوها مزيان، ها نزيدوا وحده اخرى، انا ندير لكم غير لافاس اللي كتبان، يمكن لكم تدوروها كامله بهاد هاد الاشياء اللي كتكون متواجده في السوق وكتباع واللي ما غاليهاش، اللي ما غاليهاش نهائيا، كتعطي واحد المنظر جميل وكيولي عندكم واحد الحاجه اللي هي مشخصه. كيمكن لكم تحطوها على جانب فوق شي طبيله، ما تخافوش منها ما فيها حتى شي ضرر. وهنايا غادي نمشي نحيدو هنا لاكل وسط، غادي نشعلوها الشكل هذا. دونك تتعطي كما شفتوا الضوء بحال هذا الشكل هذا. طبعا حتى هي نقدروا نحطوها فوق هذا بطبيعه الحال، غادي يمكن لكم تحطوها فوق هذه كما يمكن لكم تحطوها في واحد الطبيله اللي هي سامب ما يكونش فيها الالوان. على اي هذه هي الفكره اللي عطيتكم اليوم، كيمكن لكم تخرجوا منها بزاف ديال الافكار اخرى متعدده. انا متاكده انكم غادي يمكن لكم تنجحوا يمكن اكثر. طبعا المغربيات مبدعات. شكرا ليك هدى، نتلاقاو غدا ان شاء الله لحظه نمشيو للفقره المواليه.